السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع ممتاز جدا لتنظيم التعاون بين أعضاء الفريق، وخصوصا لو احنا شغالين بيم، وخصوصا لو هنعتمد على تقنية زي تقنية الأجايل. فهو بتلاقي فيه بعض الأدوات المفيدة في الأجايل. ده الموقع اسمه bricksapp.io. زي ما انت شايف الموضوع بيبقى دراج اند دروب، مش محتاج برمجة. تبدأ تختار الحاجات الموجودة، دي الحاجات اللي المفروض هتعملها، دي الحاجات اللي بتتعمل، دي الحاجات اللي ان ريفيو دان، وتبدأ تسحب بس كده من هنا لهنا. الحاجة دي خلاص شغالين فيها، دي الحاجة دي في مرحلة المراجعة وهكذا. وفي تاسك مانجمنت، في اجايل، في بيم انتجريشن، في كولابريتيف بلاتفورم، في الكامبان بورد دي خاصة بالاجايل. في حاجات كتير جدا تسهل عليك التعامل والشغل. في رود ماب بالشكل دوت عشان تعرف التواريخ، الشغل المفروض يخلص امتى واستلم امتى وهكذا. في ممكن تاخد نسخة مجاني، بس دي بيكون عدد محدد، تقريبا 3 أشخاص. إنما في نسخة تانية $10 في الشهر، طبعا مبلغ لا يذكر. فإن شاء الله نبدأ نشرحها في بيم أريبيا، فتابعونا. هتخش ساين أب وتبدأ تعمل الحساب بتاعك، مجرد بس بتدخل المعلومات. أنا عامل حساب قبل كده، فدخل على طول على الحساب بتاعي. ممكن تقول له كرييت فري أكونت أو ساين أب، وتكتب بس الاسم والإيميل وتبدأ تشتغل إن شاء الله.